السلام عليكم حبايبي حبيباتي اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت اختي نطلع عليكم تاني الليل. هدايا البنات، جبت واحد الصخير راه هي في ديك الطبله لديك الجي، ولكن تن من بعد نشاركها معكم. بغيت نشارك معكم العشاء ديالي حبايبي وحبيباتي. مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندي في قناتي، قناتكم ابداعات وفاء. مرحبا يا اختي، مرحبا وزيد القدام. ما تنساش اختي واحد اللايك وشي تعليق زوين، تابوني فلاشين وتابونا فلاشين ودعمونا وساندونا، الله يجازيكم بخير. هنا يا اختي واحد الطويجين درتو بالدجاج، خليته يترقد في العطريه ديالو هو والبصله والثومه ديالو القزبر العطريه ديالو والمسائل ديالو كاملين. هنا يا اختي درت الشوفله وبطاطا، درتها في الغلقه ديال الطاجين. المهم بلا قوه للطباصل باش نصور دغيا ونطيب دغيا. فكما كتشوفوا ها هو دابا مازال ما حطيتو فوق البوطه باش يتشحر. وخليكم معايا تمشيو فين تشوفوه. دابا غنقلب هاد الدجيجه، هاد الدجاج زعما الطريفات ديال الدجاج، نقلبهم يا اختي. بدات فيه حتى واحد طريف صغير، وها هو ديال الشحمه. كما كتشوفي جيت اختي نقاد شي رغيفات، نغرب معكم التكيك وخليكم معايا ما تمشيو فين. العشاء ديالي البنات، وجد الخبز تبارك الله مفشفاش وغزال تبارك الله. هانتوما شتو؟ ايوا يا اختي، ها هو الطويجين والعويصير، شويه ديال الديسير خيركم في داركم. بسم الله، هانتوما يا اختي الطويجين ديالي، هو الشكل النهائي ديالو. ايوا هكا كان الفيديو ديالي، قلت نطلع عليكم احبابي وحبيباتي. الله يخليكم ليا، دعموني وساندوني، تكبر هذه القناه، ديروا اللايك، ما تنساوش التعليق زوين. ونضرب لكم موعد في شي فيديو فلوغ اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، بالسلامه عليكم، خيركم في داركم، غير كنشارك معكم اشنو كندير، وبصحتنا وبصحتكم.